أهلا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات، ما تبخلوش علينا بالدعم لهذه القناة. حلقة اليوم عن المغرب وحق القبائل في تقرير المصير. من طبيعة الحال المغرب نهج تكتيك جديد في علاقته مع الجزائر، وذلك بإخراج نفس النص القانوني للأمم المتحدة في دعم الشعوب في حق تقرير المصير ديالها، ومنها من طبيعة الحال الشعب القبائل الأمازيغي. علاش في هالظرفية وهالتوقيت؟ وعلاش المغرب غير الخطة ديالته من سياسة الدفاع إلى الهجوم؟ المغرب فاجئ الجميع خلال آخر اجتماع لمنظمة دول عدم الانحياز بواحد مذكرة وزعها على رئاسة المنظمة وعلى جميع الدول الأعضاء اللي فيها، واللي كانت عبارة عن رد على ما جاء من تدخل وزير الخارجية الجزائري رطمان العمامرة، اللي ركز في المداخلة ديالته على موضوع واحد وواحد كما العادة خلال جميع اللقاءات الدولية، ركز على إثارة دعم الانفصال في المغرب وضرورة تقرير مصير ما سماه بالشعب الصحراوي. المذكرة ديال المغرب في الأمم المتحدة اللي وزعها عمر هلال جاوبت على جميع النقاط المطروحة في مداخلة الوزير الجزائري، وخصوصا الشق المتعلق بمبدأ مساندة الشعوب في تقرير مصيرها، وطالب الجزائر أولا باحترام شعب القبائل في تقرير المصير ديالو. هذا الطرح المغربي الجديد في الحقيقة فاجئ أولا جزء كبير ديال المغاربة قبل الجزائريين، وفاجئ أيضا ما يسمى الوحدويون العرب أو القوميون العرب، اللي ما توقعوش أن المغرب يلعب هذه الورقة هذه، واعتبروه إضعاف لموقف المغرب اللي بناه هذه مدة، واللي كان كيدعي فيه لاحترام سيادة الدول والتضامن فيما بينها. سؤال المطروح وخصوصا لهذه النخب الوحدوية في البلدين، سواء في المغرب أو الجزائر أو في الدول العربية وفي كل الوطن العربي، اللي ما عجباتهمش هذه الإشارة المغربية وهذه الخطوة اللي قام بها المغرب والدبلوماسية المغربية. السؤال، فين كانت هذه الأصوات خلال 50 عام من الابتزاز السياسي والدعم اللامنقطع للنظام الجزائري لميليشيات الانفصال ومخيمات القيطون؟ بل أين هي مبادراتهم على الأرض؟ بل ما لاحظناه أنه في السنوات الأخيرة حتى بعض المعارضة الجزائرية وخصوصا ذات التوجه الإسلامي أصبحت تردد الأسطوانة المشروخة للجنرالات. الجزائر كيف العادة ديالها سخرت الآلة الدعائية العدائية ديالها بكاع الإمكانيات المادية ديالها ضد المغرب، وقامت باستدعاء السفير ديالها في الرباط إلى حين توضيحات من طرف المملكة، حين أن المغرب سكت ودرسوا ما عفرسوا ما يتعاود. المغرب من جهته ومن بعد ما ظل لمدة 50 سنة ملتزم بمبادئ الوحدة وحصن الجوار، وبعد ما سلك تقريبا جميع السبل ونفد الصبر دياله، أصبح أنه يرى ليس هناك أي إحراج في إخراج هذه الورقة والعمل على الترويج لها بقوة إعلاميا وكذلك على المستوى الدولي ونشرها بشكل كبير، وخصوصا مع المؤشرات ديال العداء ديال الجزائر اللي بدات كتبان بشكل كبير، واتهام المغرب بالتجسس، وغادي المغرب غادي يعمل على صياغة هذه الورقة بشكل جيد. الآن هذا الحياد السلبي ديال مجموعة من الدول المنطقة والنخب الوحدوية في العالم العربي والقومية، وكذلك المعارضة ديال الإسلاميين داخل الجزائر، ما كيعطيوش الحق باش يلوموا المغرب في أي حال من الأحوال. أن المغرب اليوم كيظهر أنه عازم على لعبة كسر العظام مع جنرالات الجزائر، ما دام هو الصحراء ديالته والصحراء في المغرب دياله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.